نجهز على نذهب لانه الشغله كثير حمياني عنيد. وامتى بده يعني ابو حسن؟ في اشاره ثانيه جايتك بهالكم يوم. لهون لا. ليش عقيد؟ الداسوس لساته عنا بالحاره. ولوين بدك اياها تصلك؟ لعند صهري. العطار ابو عصام؟ بذات نفسه. مش عبيد. واي اشاره ثانيه بدكم تبعتوا لي اياها من اليوم وراي لعنده. دايما عبيد. ان شاء الله هنا. على قلبك. يلا. اسمح لنا. الله مع الرجال. السلام. الله يجعله نعيما عبيد. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك يا عم. شرفوا سيدنا شرفوا. سلم دياتها. على راسي. نعيما حكيم. الله ينعم عليك. اهلين عبدو. شو بتحبوا تشربوا مع القضية لسيدنا؟ بابونج اخي بابونج الله يرضى عليك. والعقيد شو بيشرب؟ شرفوا. على عيني وراسي احلى كاستين بابونج لاحلى عقيد واحلى حكيم بالحارة. معناتها خبرية أب ماجد شايل الباب الحارة مفتوح مظبوط. اللي بعت الخبر خلص نص مشان جماعة عبد الحسن يخلالوا الجو ويفوتوا على الحارة. أصبح سفرتك قربت لعنده منه. مشان هيك عم قلك دير بالك لأنه في إشارة تانية جاية لعندك. لا تاكل هم. في شغلة تانية بدي وكلك فيها بغيابي. حاضري لو شاب. بدي سلمك صندوق الخير. أنت تتولى كل شيء. واللي بتلاقيه مناسي اصرفه على كيفك. لعيونك. نعيما عبد الغريب. الله ينعم عليك. بدي صار عبد الغريب. يعني بدك تقول 50 وكم شحط. إن شاء الله العمر كله. يسلم عمرك. بس والحمد لله شايف لك في هالمعلومة. بضل الشباب غير. الله يسلم شبابك. تسلم يا رب. اسألك سؤال عمي الغالي. تفضل. إذا ما فيها إزعاج ما. لا ما في إزعاج. ليش ما تجوزت بعد ما توفيت المرحومة مرتك؟ حظي وبعرفه. بكفيني حلقة قلب مرة واحدة. طب اجرب حظك مرة ثانية بركة تطلع أحسن من الأولانية. لك لا بدي أجرب ولا بدي أعيدها. هيك أحسن. وما بتروح إلا اللي بتروح عليه. اللي اتفقنا عليه تمشي عليه ولا تتكل على جنس مخلوق. غرضك اقضي بيدك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك يا فيصل. شلون شفت لي الحمام صحيح؟ الله يسلم الديات يا ابو قاسم. والله كنت منيح. اي والله بعد شغله واحده يا اخي. اللي هي وسطاني يا ابو قاسم. وسطاني ريحته طالعه. معك حق. الشغل له يومين غايب. الحمام كله بالوسطاني. والله مزبوط. ما بيسوى تتركه هيك بدون نظافة مشان سمعة الحمام. بكرة إذا ما أجى الشغيل رح أجيب غيره. الله يسود وشه. هيك هذا الشغل. شو بتحب تشرب أبو غالي؟ شو شرب العقيد بشرب؟ عقيدنا شرب بابونج عمي. بابونج؟ بابونج شو البابونج والقعده بتحلى مع البابونج. ايوه ان شاء الله ربي نعيما وميت نعيما للعقيد ابو شهاب. الله ينعم على الجميع. جينا اليوم على الحاره لحتى نتسبب قاموا قلعوني. قال شو ابو عصام متضايق من صوتي. بيصير هيك عقيد؟ عبدو امرك عقيد؟ شوف له شي شغله يشربها. صار لا باب الحرم سكر. شلون بدنا نفوت؟ مشكله. دق على الباب خلي الحارس يفتح لنا. وبركة ما رضي يفتح. ليش اخي ما يفتح؟ انا عندي بيت فيها وانت عندك بيت. ها لا اب ماجد. يا ماجد. مين؟ مين اللي عمين ده؟ لك افتح انا لدعشري. افتح لشو؟ لك عمي ليش راجع متأخر على الحارة؟ ما بتعرف انه منسكر الباب نحنا بعد صلاة العشاء؟ لك شو عم تحاسبني؟ لك انا برجع على بيتي امتى ما بدي على مرائي.
افتح احسن ما اكسر الباب. الله لا تكسر. بلتني. روح طول بالك خمس دقايق وراجع لها. ايه بده يرجع بعد خمس دقايق. ايه شو نسوي؟ تعال نقعد بالفيات تحت المشمشي. ايه والله جبتها. داما هذا مبين عليه شقوي ومشراني. احسن شي يروح خبر ابو شهاب. لك انا شو دخلني بهالشغله؟ بتعرف هلا بس ابو ماجد فتح لنا الباب رح يشم ريحتنا وراح يفضحنا بالحاره وتصل للزعيم. لا يا بضايلة بعرفك ما بتخاف من حدا. بعدين ما حدا له معنا شيء. واللي خلاك اللي بيحكي معي كلمة ما بتعجبني. لا شو اطلحنا كون الصين لك كلام النار. لا والله والنعم منك. بس انت هذا الزعيم ما بتعرفه. وش هذا ما بيخاف من حدا. بنوب بنوب علي ما علي زحبنا براسه ليدفرنا من الحارة بليلة ما فيها ضوء. قلتك رح يفتح الباب لما لا. لك بده يفتحه مثل الذين آمنوا. لك هذا الزعيم أبو صالح أنت ما بتعرفه منيح. بعد العشاء ما بيفتح الباب لحدا حتى لو كان ابنه بذات نفسه برات الحرم. لك هالمرة غصب عنه بده يفتحه غصب عنه. سامع لك صوت من قفل الباب. قوم يا عشري. أبو نهار ليش عم تدقوا على باب الحارة بنصاص الليالي؟ شو نسيان إنه قري بيت بالحارة؟ وآخر 11 كمان في له بيت؟ مو أبو شهاب اللي بينسى إنه إلكن بيوت عنا بالحارة أنت وأخوك الـ 11. بس الدنيا بعد نص ليل وأهل الحارة كلها نايمة وما في ابن مرة بيسترجي يدق على باب الحارة بعد العشي. المرة رح نمرقها رح تفوتوا. بس المرة الثانية لا. يروق عقيد روي. أنا جاي قابل الزعيم أبو صالح. الزعيم؟ وهلا بهالوقت؟ إيه هلا حابب قابله. شو بدك منه؟ أنا بخبره. بدي أبو غالب. سكرانين كمان؟ ريحتهم فايحة بكل الحارة. وأنت شو قلت لهم مشان أبو غالب؟ قلت لهم هلا الزعيم ما له فاضي يشوف حدا لعلى بكرة الصبح. ابو النار تنح وقال انه ابو غالب ابن حارته وهو متاكد انه ما طلع من عنا من الحاره وعم يطالب فيه. والإيدعشري كمان عم يطالب فيه؟ لا الإيدعشري ما فتح تمه ولا كلمه، واقف مثل افه الهم عم يتسمع الحكي. وين راحوا؟ على بيت المرحومه ام رضوان. لكن سيدي بدهم يكملوا سكره. شو بتامر زعيم نعمل بابو غالب؟ بتروح تشحط لي يا شحط. أهلي عبدو افتح لي باب اوضه هالحطا طلع لي هالواطي ابو غالي. على راسي على راسي عقيد.